يعني هو التنوع في الشخصيات هو الاختبار الجميل اللي انا بحبه. بس قولي انت مين بقى اللي بيضحكك؟ في ناس بتضحكني قوي قوي لانها بتدور على حاجه تقولها. فبيكونوا مضحكين جدا زي وحيد سيف الله يرحمه، فؤاد خليل. طبعا انا بضحك على حاجات القيمه مثلا الاستاذ عادل في افلامه، لكن انا بموت من الضحك على الواحد اللي بيدور على الكلام مش عارف ويبقى دمه خفيف. الـ 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 يعني الجيل الجديد مين اللي بيعجبك فيه من الكوميديانات؟ هنيدي يعني من الجيل المتوسط هنيدي، انما انا مش ممكن بيومي فؤاد. لكن الضحك اللي ملوش اصول، اللي ملوش جذور، اللي ملقوش معنى. انت مثلت 240 عمل درامي ما بين سينما وتلفزيون ومسرح. ايه اهم عمل او بتشوف ان اهم 5 اعمال عملتها دايما تسعد لما تتكلم عنها؟ طبعا النوم في العسل. وفي حدوته بسيطه كده عملناها انا وحماده هلال اسمها الحب كده، الشخصيه اللي عملتها الاسطوره دي اللي عملت لي شعبيه طاغيه. الفهلوي في المسرح، في زقاق المدق في المسرح، عملت شخصيه زيطه صانع العهد. انا بحب الادوار المركبه اللي هي فيها شغل، فيها مشاعر متناقضه. يعني شخصيه القرصان شخصيه، اولا بتكلم عربي، ازاي تقنع الناس ان انا راجل ارهابي بخطف الناس والحاجات دي، بفهم عربي، وشي مصري، مالش من الحبشه، ولا ازاي تخلي الناس تصدق دي ده هو وتضحك معاك. انت فنان كبير على فكره، انت فنان عطويل. الله يخليك. يعني معلم استاذ والله. يعني بحب المهنة. لا والله انت استاذ. وانا بحب المهنة. وعايز اقول لك انك انت استاذ كبير ومدرسة وليك محبين كتير وانا واحد منهم. ربنا يخليك. انا سعدت. بس قول لي بقى.